سماعات الايربودز رائعة ولكنها غير مميزة، ولكن باستخدام قلم ثلاثي الأبعاد يمكننا جعلها أجمل. ابدأوا برسم خطوط رأسية على علبة الشحن، حافظوا على الخطوط مقتربة من بعضها البعض واستمروا بالرسم حول العلبة، لا تنسوا أسفلها، ومجدداً تجنبوا منفذ الشحن. فور انتهائكم بدلوا اللون وارسموا دائرة على الغطاء، استخدموا القلم الثلاثي الأبعاد في لصق المثلثات على العلبة، وأخيراً ارسموا بعض الرموش. علبة بتصميم يونيكورن لسماعات الإيربودز، انظري إلى هذا، هذا لطيف للغاية. أعلم، علبتي عادية. واو، لا لا لا، حسناً يا رفيقاي، سأنطلق. تصرفي بتهذيب مع والدك، اتفقنا؟ لا تبعد عينيك عنها. أراك وقت العشاء. غدان، أشعر بالملل. أبي، هل تلعب معي؟ ما الذي يفترض بي فعله بهذا؟ إنه يزن 100 رطل، لابد من وجود شيء يفعله هنا. واو، انظروا إلى فساتين أمي، هذا هو المفضل لدي. مستحيل، انظروا إلى كل أشياء البالغين هذا. يا للهول، إنه كنز حقيقي. أتساءل إن كان هذا الخاتم سيلائم مقاسي. رائع. إيفا، ماذا تفعلين؟ هل يعجبك مظهري؟ إنها أغراض أمي. تذكر، لا تجعلها تلمس أغراضي. أو لا، هذا سيء للغاية، لكني أعلم كيف أصلح هذا. سأعطي إيفا حليها الخاصة وستكون حليا تليق بأميرة. سيكون شكل التاج هذا خاتما مثاليا. ويمكنني صنع أشكال أخرى أيضا مثل شكل نجمة ممتع، ويمكنكم استخدام ألوان مختلفة. هل هناك فتاة صغيرة لا تحب القلوب؟ اللون الأحمر هو الخيار المنطقي لهذا الشكل. كدت أنتهي. أليس لطيفا؟ لا تنسى وضع نقطة في المنتصف. هكذا سنوصل الخاتم. هل ترين؟ والآن لديك مجموعة منها، وهذه الخواتم كلها لك. أليست خلابة؟ شكرا يا أبي، ويمكنك ارتداء هذا. والآن تلك قوة إبداعية حقيقية. هاو، تبدو هذه لطيفة. بو، لا تفعل ذلك. أنت التقطي لي صورة. هاو، حسنا. أجل، دعيني أعمل على أوضاعي. هاو، بالطبع تبدو جيدا. وجهي مناسب للتصوير. أوبس، كلا، كان ذلك وشيكا. تمهل، لقد أوحت لي قلادتي بفكرة. أبق هاتفك آمنا بهذه الحيلة المفيدة. ابدأ بخيط طويل، ثم ستحتاج إلى خرزة زينة. ضع الخرزة على الخيط، ثم أضف خرزا ملونا بألوان مختلفة. بادل بين الألوان واملأ الخيط بالخرز، وفور انتهائك اربط الخيط في شكل عقدة يذهلك سوارك الجديد. ولكن لا تقطع الخيط الزائد، فسنحتاج إلى ربط عقدة صغيرة أخرى في آخره لنشكل حلقة في الخيط. ضع السوار على الجانب، ثم ستحتاج إلى غطاء حماية هاتفك. ضع الخيط عبر الثقب في جانب غطاء الحماية، مرر السوار عبر الحلقة، تأكد من أنه محكم، ثم ضع هاتفك في غطاء الحماية. لطيف وأنيق وعملي، فكرة ذكية جدا. ها، أحتاج إلى ارتدائه على معصمي وسيمنع هاتفي من السقوط. والآن أيمكنك التقاط صورة لي؟ ها، أجل، هكذا تماما، هذه صورة رائعة. المعذرة، أحتاج إلى خزانتي. من الغريب أنها تدرس هنا. تبا، دق الجرس. أهلا، كيف علقت تنورتي في الخزانة؟ أوف، إنها عالقة بشدة، سأسحبها بقوة. انسحبت التنورة مني. كلا، لن أحاول ذلك. هناك شق كبير،
لحظة، أجل قلمي ثلاثي الأبعاد. أنا سعيدة لأني أحضرته للمدرسة. سأرسم تصميماً صغيراً ظريفاً حول الشق في التنورة. سأبدأ في تعبئته. يجب أن أتأكد من تغطية كل الشق. حان وقت اللون التالي. سأغطي كل هذا الجانب من الشق. انتهيت، لم يعد موجوداً. سأضيف بعض التفاصيل. سأعبئ الأذنين. سأرسم عينين صغيرتين. وبالطبع الأنف والفم. أوه، ما أجمل هذا الثعلب. الشق مخفياً ومنحت التنورة لمسة مثالية. مرحباً سيدي، تفضل بالدخول. ستكون هدية مثالية. وصلت في الوقت المناسب. مرحباً ماثيو. إيميلي. إنها اللحظة المناسبة لتقديم الهدية. ما هذا؟ هل لديها هذه الدمية فعلاً؟ يا لها من صدفة. ماذا سأقدم لها؟ هذه السماعات. أوه، أجل. لكن علي أولاً عمل بضعة أشياء. السلامة في المقام الأول. لا شيء لأخسره. أجل، ما زلت أتدحرج. كان طريقاً صعباً، لكن هناك بعض الأعمال التي علي إنجازها. نظف المكان من فضلك. ما الأفضل من الهدية العادية؟ هدية مخصصة طبعاً، وستكون هذه هدية رائعة بلا شك. سأملأ المساحة بيضاء بالكامل. هكذا، جيد. ثم ألون الوجه. لحسن الحظ لدي الكثير من اللون الأزرق، فهو لونها المفضل. والآن سأضيف التفاصيل الصغيرة. إنها جميلة فعلاً. ولن أنسى الأجزاء البيضاء. من الضروري إضافتها هنا أيضاً. ممتاز. والآن اللمسات الأخيرة. نحن على وشك الانتهاء. جميل جداً. لكن بقيت خطوة واحدة. سأثبت الشكل بطريقة صحيحة ليبدو حياً. أليس مثالياً؟ لنجرب هذا ثانية. مرحباً، هذا من أجلك. مستحيل، إنه كما أريد بالضبط. كيف تمكنت من العثور علي؟ أوه، ماذا؟ كدت أنسى. أحضرت لك هدية أيضاً. هل أعجبت؟ حسناً، حان وقت العناق. أحبك يا أعز صديق. مرحباً أيفا، تبدين متألقة اليوم. هل هذا ذهب حقيقي؟ لا. هل هذا ديفيد؟ لا، شعري. فسدت اللحظة بسبب شعري. أوف، الشعر الطويل مزعج. هذا أفضل، لم يلاحظني حتى. تجذب أيفا كل الأنظار إليها. حقاً؟ سأحاول مجدداً. لا بأس. وقعت كل أغراضي. هذا اليوم سيء من أوله. مرحباً ديفيد. واو، أقراط عيني جميلة. مرحباً. أنا؟ المعبرة؟ إلى أين ذهبت؟ أوف، هل عجبك؟ إنها فريدة من نوعها. راسليني على إنستغرام. هل تظن أني أنها أنيقة؟ لكن أقراطها رائعة. أعجبتني أقراطك. سأساعدك في صنع أقراط مثلها. ارسمي صورة ورقة شجر بالقلم ثلاثي الأبعاد ولونيها أيضاً. ألا تبدو مثل ورقة شجر حقيقية؟ بعد أن تجف، ضعي سلسلة عليها. ثم أضيفي ورقة شجر أخرى في الأسفل، فستحصلين على هذا القرط. رائع! هاني، شكراً. تبدو غالية على الأقل.
تبدو هذه كفكرة جيدة. هيا بنا. مرحبا، هل تتذكريني؟ أحضرت ضحية أخرى. آني عميلة أخرى، هل تقصدينها؟ أظن أن بإمكاني نجعلها تبدو رائعة. تعالي إلى هنا، ستحبين هذا. أو أعتقد أنني سأفعل هذا حقا. إذن أو كنت أفكر في الحصول على بعض أقراط الجسم هنا. رائع، لنفعل هذا. يبدو أنك لست محبة للحديث كثيرا، سيؤلمك هذا. هل تلك هي الإبرة؟ هذه واحدة من الإبر المستخدمة، لا تتحركي. لقد قلت لا تتحركي. كلا، كان ذلك محرجا. كانت الإبرة ضخمة، لكني أردت حقا الحصول على أقراط من الجسم. لا يوجد ما يمكننا فعله الآن، أو ربما يوجد أمر ما. أظن أن لدي فكرة. إننا نحتاج إلى لاصق رموش وإلى هذه الخرزات. لنفعل هذا، سأضع قليلا من الغراء على الخرز وسأضغط عليها لتثبيتها على بشرتك. والآن لنعطيك قرطا للأنف. واو، يبدو هذا مذهلا. ليتني فكرت في هذا. هذا آخر قرط؟ واو، شكرا جزيلا. وقد كان هذا غير مؤلم بالمرة. تبدين مذهلة. رفيقتان محبتان للأقراط، ستغضب أمي كثيرا. أها، لن تمري بهذه السرعة. أحتاج إلى تأدية فحص سريع. ترتدين حذاء مثيرا للاهتمام. كلا، لا يمكنك الدخول. هل تمزحين معي؟ انظري إلى اللافتة، الأحذية ممنوعة. أوه حسنا. واو، هذه كمية كبيرة من الكروكس. كيف سأعرف أيها خاصتي؟ سيسرقها أحدهم، أنا متأكدة من ذلك. لا يمكنني أن أسمح بحدوث ذلك. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. بوب بوب، هذا ممتع. أوه، قد تكون هذه اللعبة مفيدة. سأخذ هذا. أوبس، آسفة، خذي هذا المشروب. أوه صودا، شكرا. على الرحب والساعة، هذا ما أحتاج إليه تماما. الآن سأجعل شكل حذائي مميزا. سأبدأ بقطع الفقاعات من لعبة الفقاعات. هذه الفقاعات ستضيف بعض الألوان. سأضعها على حذائي وسأستخدم الغراء لألصقها في مكانها. سأستخدم ألوانا مختلفة لإضافة مظهر حيوي أكثر. واو، حصلت على صندل ذي شكل مميز. سأعرف أي صندل أملكه. فبقية الصنادل تبدو مملة جدا. حسنا، هل يمكنني الدخول الآن؟ استمتعي بوقتك، حان وقت الاسترخاء. علي العودة إلى المنزل، سأحضر حذائي فحسب. ها؟ أين حذائي؟ سرقه أحدهم. باب 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 باب. هذا الحذاء رائع، لكن رائحته كريهة قليلا. أوه مرحبا، باب باب. أوه كم هي طفلة لطيفة. مخيف ها؟ أوه آسفة بشأن هذا. سأعود فورا. أوه أجل، إنها معجبة بي تماما. أوه تزداد الأمور إثارة في الخارج. أهلا، أين قرطاي؟ لابد أنني نسيت ارتداءهما. ها هما، هكذا أبدو أفضل كثيرا. كلا، قرطي. أوه لابد أن هذه مزحة. هل سأفعل هذا حقا؟ هو يا إلهي. ها؟ هذا ليس قرطي. مهلا، هل هذا هو؟ ماذا؟ هو هيا. مرحبا. ها؟ ما الخطب؟ هل أنا السبب؟ كلا. ماذا؟ أخبريني. لقد فقدت قرطي المفضل، هل ترى؟ هل تريدين فشار؟ كلا، على الأقل حاولت. مهلا، ربما يمكنني استخدام هذا. هل لديكم بذور فشار ملون؟ علقوها في خطاف قرط، ينبغي أن يناسبها الخطاف بسهولة. هل ترون؟ لقد نجح الأمر. تدا! ماذا؟ إنه لك. واو، إنه جميل وخفيف أيضا. أنت ألطف رجل، أنت تستحق قبلة.
ارحلوا من هنا. ربحوا هذه اللعبة. حان وقت استراحة قصيرة. التحديق في الشاشة أتعب عيني. أجل. مشوق. ماذا كسرت؟ لم أجلس على القطة، صحيح؟ نظارة ماديسون ستقتلني. لماذا لم أنظر قبل الجلوس؟ خطرت لي فكرة. سيحل هذا القلم المشكلة. سأضع عدستي النظارة بهذا الشكل، ثم سأحدد الحواف. سأواصل حتى أنتهي من تغطية كل الحواف. هل تبدو مألوفة الآن؟ سأوصل العدستين. حان وقت حاملي النظارة، وأصبحت جاهزة. تبدو حقيقية لي. بهدوء، بهدوء. كان ذلك وشيكاً. إنها مقاسها بالضبط. هل نمت أنا أرتدي نظارتي؟ يا إلهي، هذا غريب. أوف، تغلبت على نفسي. حقاً، هاي يا إلهي، ما أجملها. أحب عندما تهز شعرها بحركة بطيئة. كذلك لديها نظارة رائعة. أراهن أن نظرها 6/6. مرحباً، هل تريدين تناول بعض البسكويت؟ شكراً لك. لذيذة. خذ، تناول قطعة أيضا. حسنا، سيكون هذا مذهلا إن حدث. أين هذه الغرفة؟ حسنا، يجب أن نتحرك الآن. يمكنني عمل هذا، سيكون كل شيء على ما يرام. لقد سقطت بقوة. ما هذا الشيء الذي سقطت عليه؟ قطعت بسكويت. واو، ما أجملها. في الواقع أوحت لي هذه بفكرة. سأستخدم هاتين القطاعتين لصنع شكل قلب. هكذا، ثم سأملأ المركز. سأستخدم هذه الحقنة لأعمل بشكل مرتب ونظيف بهذا الشكل. سيجعلها ضوء الأشعة فوق البنفسجية تجف بسرعة. لكني أحتاج إلى القليل من المادة البراقة. هذه الأزهار والقلوب والنجوم جميلة حقا. والآن سأضع القطاعة الأخرى فوقها. ممتاز. صنعت لك سلسلة مفاتيح. واو، من أجلي أنا، لقد أحببتها فعلا. لا أصدق، هذا اكتشاف مذهل. الرقة ستؤدي الغرض. لا أصدق، هذا مثال رائع على الفخار في العصر الروماني. سأصبح مشهورا. أحتاج إلى الاحتفاظ به في مكان آمن. هذا الرف مناسب، إنه جميل جدا. وقت التنظيف. هناك غبار في كل مكان. ماذا يفعل هذا الكوب هنا؟ إنه قديم ومتسخ، لكني أعرف كيف أصلحها. ضع الكوب مقلوباً، خذوا قطعة من ورق الألومنيوم ولفوها في شكل كرة. ضعوا كمية قليلة من الغراء على الكرة، ثم ألصقوها على قاعدة الكوب. أضيفوا 3 كرات أخرى على القاعدة. شكلوا مزيداً من ورق الألومنيوم بهذا الشكل، ثم ألصقوه على جانب الكوب. ثم ضعوا جزءاً طويلاً منه على الجانب الآخر. والآن غطوا ورق الألومنيوم بالغراء الملون. غطوا الكوب بالغراء كذلك. ابدأوا من حافة الكوب ودعوا الغراء يتدفق إلى أسفله. حين يجف الغراء ستحصلون على شيء يشبه هذا. والآن هذا أفضل بكثير. هل رأيت قطعة الأثار؟ كوب صغير ويبدو قديما للغاية. لقد أصلحته، أترى؟ أنت تمزحين. عمل حياتي فسد تماما. هل يعجبك؟ طرد من أجل الآنسة جولي. أتمنى أن تحبيها يا عزيزتي. أتساءل ما قد يكون ذلك. إنها فرشاة شعر فاخرة. لا يمكنني أن أصدق أنه تذكر أنني أردت هذا. أخيراً رجل يستمع إلي. وتفقد هذه السترة. لا توجد كتل هنا. أتحبين هذا يا نفتتي؟ هذا هو المكان المناسب. كيف حالك يا جولي؟ ماذا؟ هل كان الجو عاصفاً في الخارج؟ لأن شعرك يبدو متشابكاً قليلاً. لا يوجد ما يمكن رؤيته هنا. بعض التمشيط هنا. جولي، ماذا تظنين؟ إنني كلب بودل؟ على أي حال، لا شيء يضاهي فرشاة جديدة. عقدة متشابكة؟ هيا أخرجي. فرشتي الفاخرة؟
سيهجرني ليو بالتأكيد. ربا، أعلم جيدا كيف أساعدك. أجل، سأجرب أي شيء. هل فقدتم بعض شعيرات الفرشاة؟ اصنعوا بعضها بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد، لكن انتبهوا، قد يستغرق الأمر وقتا. هذا أفضل، مدينة الشعيرات يا عزيزي. أليس هذا مثاليا؟ لا أصدق هذا. شكرا لك، أراك لاحقا. كيف الحال يا عزيزتي؟ شعرك أجل؟ لا تقلق، لدي ما تحتاج إليه. الفرشاة. أجل، أظنها عالقة. لنذهب فحسب. حسناً، لا تنظر في أي مرآة فحسب. هو صحيح، المفتاح. أين هو؟ لابد أنه في حقيبتي. إنه في مكان ما هنا. حسناً، هذا سخيف، لا أستطيع العثور عليه. لحظة، خطرت لي فكرة. أنا قادمة. ماذا هنا؟ كيس الشيبس، كتب. يجب أن أتعمق. ها هو، عثرت عليه. أوف، أخيراً، كانت مهمة شاقة. وفتحت الخزانة أخيراً. لحظة، خطرت لي فكرة أفضل. أحضرت قلمي ثلاثي الأبعاد ورسمت قلباً صغيراً على الورقة. سأحدد حواف القلب. عظيم، يمكنني تعبئة القلب الآن. هذه جزئية مفضلة في الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد. أحب رسم الخطوط الطويلة، ولن أترك أي فجوة بين الخطوط. القلب جاهز، سأضيف سلسلة مفاتيح لطرفه. سيساعدني القلم ثلاثي الأبعاد في تثبيتها. سلسلة المفاتيح جاهزة للاستخدام. تبدو ظريفة، لن يضيع مفتاحي بعد الآن. مرحبا يا دافيد، أترى شيئا يعجبك؟ هناك أشياء كثيرة للاختيار من بينهما. أحب هذا. عجبا، هذه جميلة جدا، ولكن لا أعتقد أن بإمكاني شراء أي شيء. سأذهب فحسب. وداعا، ربما ينبغي علي أن أصنع إكسسواراتي بنفسي. لدي كل ما أحتاج إليه هنا. لنلقي نظرة. أو سيكون هذا مفيد. سأضع الخرز في خيط. هذا أصعب مما ظننت. كتو، هيا، فعلتها، والآن سأربطه فقط. لنجرب هذا مجددا. أنا سعيدة بهذه النتيجة. إنه صغير قليلا، ربما يمكنني أن أجعله ينزلق على يدي. حسنا، لن ينجح هذا، أحتاج إلى تمديد. كلا، ليس مجددا، هذا مزعج جدا. صفح الكيل، سوار أحمق. أردت شيئا جميلا فحسب لأرتديه. من أين أتى هذا الليمون؟ عجبا، انظروا إلى هذا، يوجد الكثير. يمنحني هذا فكرة. إن كنت محبة للفاكهة والحلي فستحبين هذا. قطعي قطعة ليمون إلى شرائح. انتبهي لأصابعك. ضعي شرائح الليمون على صينية خبز وضعيها في فرن دافئ. اطهي الليمون حتى يجف. هكذا تماما، ولكن هذا الليمون ليس للأكل. وفي الخطوة التالية، املأي حاوية بزجاج سائل. استخدمي عصا خشبية لغمس الليمون في الزجاج السائل. تأكدي من أن شرائح الليمون مغطاة بالكامل، ودعي السائل الإضافي يتساقط. ضعي خطاف أقراص في الثقب الذي أحدثته العصا الخشبية، وكرري الشيء نفسه مع باقي الشرائح. رائع، أحب هذه الأقراص. ستكون الطبيعة الأم فخورة. حان الوقت لأكسب بعض المال. أنا جاهزة للعمل. ما رأيك؟ أحببتها، سأخذ زوجا. تفضلي. مرحبا يا إيفا، أحببت أقراطك. أيمكنني المبادلة معك؟ بالطبع، تفضلي.
عجباً، أردت هذا حقاً، إنها لطيفة جداً. كان ذلك نوماً عميقاً. لا شيء يمكن أن يوقظني مثل الموسيقى الجيدة. مرحباً، أحب هذه الأغنية، تجعلني أود الرقص. ارتديت ملابسي، أوهو، أنا مستعد لمواجهة يومي. هكذا تنجز الأمور، الحذاء رجاءً. أجل، لا أمانع السير، فذلك يمنحني وقتاً أكثر للاستمتاع. هل تشمون هذا؟ إنها طبيعة يا أعزائي. إنه ليام، كيف حالك؟ إيفا، مرحباً. مهلاً، ليام، لا تفعل. لماذا تلوح؟ ليام، توقف، قشرة الموز. إنه لا يراها مطلقاً، أليس كذلك؟ لا. كل شيء بخير، لا شيء يمكنه إبطاء هذه الحركات. عند التفكير ثانية، يا رجل، سماعاتي. أظن أن أوقات استمتاعي قد انتهت، والآن إلى ما سأستمتع. هذه السماعات لها صوت زهير بشع مقارنة بهذه السماعات. إلا يمكنني صنع سماعاتي الفائقة الخاصة. كل ما أحتاج إليه هو قلم طباعة ثلاثية الأبعاد. والآن حان الوقت لمنع الشكل. استمروا في ذلك، خط تلو خط، ثم ضعوا هذه القطعة واستخدموا القلم للصقها بالشكل. وفور جفاف كل هذا، ألصقوا الأجزاء التي صنعتموها. وضعوا هذه السماعات في الداخل. ها نحن ذا، ها هي محكمة وثابتة. ليام، هل أنت بخير؟ أجل، تفقدي هذا، لقد استعدت روعتي، هل ترين؟ أراك لاحقا. إلى إنهاء مكياجي فحسب، سأكون مستعدة. أبدو جميلة، لكنني أحتاج إلى شيء حول عنقي، سيكون هذا المشاح ملائما. لا أشعر أنه مناسب، يبدو كرداء بطل خارق. كيف هذا؟ هذا لا ينجح، لا يمكن ارتداء هذا. لدي فكرة، من الأفضل أن أضع أغراض تسوقي في مكانها. هذا ما أحتاج إليه تماما. هاني، ماذا تفعلين؟ أحتاج إلى هذا رجاء. سيبدو هذا جيدا، أو على الأقل هذا ما ظننته. لابد من وجود شيء يمكنني ارتداءه. ربما يمكنني استخدام هذا. كيف يبدو هذا؟ سخيف، فيما كنت أفكر؟ ماذا سأفعل؟ هذا غير عادل، والآن سأكل بتوتر. هذه جيدة. ما الخطب يا عزيزتي؟ أريد قلادة جميلة فحسب. تمهلي؟ أظن أن لدي فكرة، ليتني فكرت في هذا مبكراً. سينجح هذا بالتأكيد. شكراً أمي. انزع الغطاء من حاوية طعام بلاستيكية، اكتب اسمك على قطعة ورق وضع الغطاء عليها، ثم تتبعي الاسم على البلاستيك. لا نحتاج إلى هذه الورقة بعد الآن. استخدمي المقص للقطع حول الاسم. كوني حذرة هنا، فلا نريد أي أخطاء. ضعي على صينية خبز وضعيه في الفرن. ستجعل الحرارة البلاستيك يتضاءل. انتظري حتى يبرد وأخرجيه من الفرن. حان الوقت للإبداع. اطلي البلاستيك وانتظري حتى يجف الطلاء، ثم وصلي سلسلة. حصلت على قلادة المخصصة. تبدو مذهلة. أنا مستعدة للخروج أخيراً. أظنني سأكافئ نفسي. كيف حدث هذا؟ أوف، هلا كوب آخر، اغسليه من فضلك. حسناً، مجرد كوب واحد. لا أفهم كيف يتسخ هذا الكوب كثيراً. ماذا؟ يدي؟ أوه.
أو لا، هل انكسر؟ آه، لم ينكسر. لا، مقبض كوبي أمي المفضل. يا ويلي منها. أهلاً، يمكنني إصلاحه. لا أحتاج إلى غراء، لدي قلم ثلاثي الأبعاد. سأغطي هذا الصدى، إنه بنفس اللون. لذا فهو بالكاد ملحوظ. سأضعه على كل المقبض على طول الحافة، لكني لا أحتاج للكثير. انتهيت من جانب واحد، حان دور الجانب الآخر. سأفعل نفس الشيء هنا. كدت أنتهي من هذا الجانب. هكذا، سأضع بعض الغراء في الأعلى والأسفل. المقبض هو أهم جزء في الكوب، يجب أن أتأكد من ثباته. انتهيت، إنه ثابت في مكانه. هاو، خذي هذا العصير. ها، يبدو أنك أضفت بعض الزينة لمقبض الكوب. هل هناك سبب وراء ذلك؟ كلا، إنها تسهل الإمساك بالمقبض. شكراً على العصير. هوف، أنا سعيدة لأنها التي نجحت. يا إلهي، آمل أن أنجح في هذا الاختبار. ما الذي يحدث هناك؟ لا أرى أي شيء. سنحضر هذه الحفلة. حفلة؟ أفضل حفلة، هذا رائع. أفضل حفلة في العالم. لدي الزي المناسب لها. حان وقت الاحتفال، لكن هذه الأظافر، لا يمكنني الذهاب للحفلة هكذا. والمانيكير في الصالون غالٍ. لا أريد أن يراها أي أحد. قلمي ثلاثي الأبعاد. هل تريدين الحصول على أظافر جميلة؟ أولاً أحضري ورقة زبدة. بعد تحديد الظفر، خططي الظفر بالقلم. ضعي الورقة على الطاولة. لإنهاء رسم الإصبع، ثم املئيه بقلمك. الأحمر خيار جيد دائماً. يبدو جميلاً. استخدمي عود الغراء لثنيه حتى يناسب ظفرك، ثم أزليه من الورقة. سيناسب ظفرك تماماً. يا للروعة، تبدو جميلة. هذا القلم مفيد حقاً. لا حاجة للمانيكير الغالي في وجود القلم ثلاثي الأبعاد. أهلاً، مانيكيرك رائع. شكراً. أشعر بثقة كبيرة الآن. ثقة. أوف، شعري. لا أستطيع الرؤية. أوف، يغطي الشعر وجهي. طيب، أحتاج إلى استراحة. هل توجد ربطة شعر حولي؟ يفي بالغرض. ليس بهذه السرعة. رأيته أولاً، لكن أحتاجه أكثر منكِ. أعطيني إياه. أوه، انظري لما فعلتِ. لكن ربما يوجد شيء أفضل. حان وقت الخطة البديلة. نحتاج إلى مساعدتك أيها القلم السحري. سنصنع شيئاً رائعاً منه. أولاً، سأرسم بضعة خطوط متعرجة، ثم سأغلقهم وألونهم من الداخل. سيبدو شكلها مألوفاً بعد قليل. سأستخدم فرشاة لرسم قلوب صغيرة. أليست ظريفة؟ وقلب آخر. سأضع القليل من الزينة، ثم سأوصل الطرفين ببعض. وأضعه في شعري. لن يضايقني شعري الآن. واو، يا للروعة. لنعد للعراك. لست جميلة بما يكفي؟ مع السلامة. أشعر أنني قبيحة. لماذا تعاملني بهذه الوقاحة؟ غادري. أوه، هذا لا يبشر بخير. مرحبا. أتريدين أن أخرج؟ لم أفهم، ماذا تريدين بالضبط؟ هو لم أنتبه لدخولك، تفضلي. حسنا، هذا هو ملفي، تفضلي.
مثير للاهتمام. عيون جميلة، لا تبدو سيئة، وخصوصا في هذه الصورة. لكن لا شيء مميز هنا. لا. حسناً، غادري. يا إلهي، انظروا لهذه التصاميم والأشكال، هذا ما يعجبها. إذن سأضيف بعض اللمسات المميزة. سأبدأ بتصميم خطي كهذا. توقف، والآن نضع تصميماً جديداً بلون مغاير. يبدو مثيراً، أليس كذلك؟ لكني لم أنتهي بعد. هذه الألوان متناسقة تماماً، وانتهينا تقريباً. سيدتي، لقد أحضرت صوراً جديدة. أنت مجدداً؟ صدقيني، ستعجبك هذه الصور. سأعاود الاتصال بك لاحقاً. هذه صور مميزة حقاً، هذا ما تحتاجه الوكالة تماماً. مرحباً بك معنا. لا أصدق، سأكون عارضة شهيرة. لديهم نجوم رائعة كهذا. واو. حسناً، علي الحصول على وشم أيضاً. أصبح ديفيد جذاباً فجأة. مرحباً، هل يمكنني لمس الوشم؟ هل يؤلمك؟ كلا، لا يؤلمني حقاً. إنه يؤلمني جداً. ماذا ستفعل بي؟ لم نبدأ بعد، أليس كذلك؟ أوبس، هل أنت مستعد؟ أعتقد ذلك. يا إلهي، الأمر يحدث فعلاً. كلا كلا، أنت شجاع جداً. ليت لدي وشم رائع، لكن على الأقل يمكنني التظاهر بذلك، صحيح؟ تفقد هذا. إنه وشم للجبناء، ليس مثل وشمي. وماذا الآن؟ ما زال بإمكاني أن أكون مثيرة للإعجاب. هل ترى هذا الشيء؟ أجل، يمكنني تدويره بشكل سريع جداً. لن ينجح هذا. كيف يمكنني جذب انتباه ديفيد؟ أعلم ما سأفعل. هذا الزي معبر عني أكثر، صحيح؟ أعني إنه... هذا بلا فائدة. ما للحظة؟ أظنني أعرف ما سأفعل. خذوا مشبك ورق واكسروا نهايته هكذا. ستحظون بعدة قطع مثل هذا. كل ما تحتاجون إليه هو 4 قطع منها. واو، تلك الأقراط مذهلة، ولديك الكثير منها. كل ما لدي هو هذا الوشم السخيف. هل تريدين التسكع معي؟ لا أظن ذلك. لقد نجح الأمر بسهولة. الرقصة ممتعة. جرس الباب، سأفتح. تبا، كنا في منتصف الرقصة. انظري، إنه طرد. مرحى، إنها حذائي الكروكس الجديد. إنه جميل، قد أعجبني. يا لحظك، حذائي سادة وممل. مهلا، يمكنني إصلاح ذلك. رسمت وردة صغيرة. حان وقت القلم ثلاثي الأبعاد. انتهيت من بتلتين، سأرسم البقية. أنا أفضل نمط الذهب والعودة. انتهيت، سأستخدم اللون الأصفر لملء المركز. والنتيجة رائعة. التالي فراولة، سأحددها باللون الأسود أولاً. تبدو جيدة. حان وقت الورقة الخضراء، وبالطبع الأحمر للفراولة نفسها. ستكون النتيجة مذهلة. وانتهيت. التالي نجمة، لا أحتاج إلى نموذج لصنعها. يمكنني رسمها بالقلم ثلاثي الأبعاد. ستبدو ساطعة بهذا اللون الأصفر. هكذا، حان دور زوج الحذاء. سأضع النجمة هنا، وكذلك بقية الزينة. أجل، مظهرهما رائع. حان وقت ارتدائهما. يا إلهي، ما أجمل هذا الزوج. قمت بعمل رائع يا كيت. خذي هذه الزينة. شكراً.
هل تريدين رؤية شيء رائع؟ انظري ماذا صنعت أيضاً. يمكننا تغطية الفردتين ومنحهما مظهراً جديداً. صنعتهما بالرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد على الحذاء. هذا رائع. أو صحيح، الرقصة. لنستعرض أحذيتنا الجديدة. أربح هذه اللعبة. حان وقت استراحة قصيرة. التحديق في الشاشة أتعب عيني. أجل. مشوق. ماذا كسرت؟ لم أجلس على القطة، صحيح؟ نظارة ماديسون ستقتلني. لماذا لم أنظر قبل الجلوس؟ خطرت لي فكرة. سيحل هذا القلم المشكلة. سأضع عدستي النظارة بهذا الشكل، ثم سأحدد الحواف. سأواصل حتى أنتهي من تغطية كل الحواف. هل تبدو مألوفة الآن؟ سأوصل العدستين. حان وقت حاملي النظارة. وأصبحت جاهزة. تبدو حقيقية لي. بهدوء، بهدوء. كان ذلك وشيكاً. إنها مقاسها بالضبط. هل نمت أنا أرتدي نظارتي؟ يا إلهي، هذا غريب. تغلبت على نفسي. المكان بارد. هل نمت على الأريكة؟ أهلا بشعري المتشابك. ها هو المشط والكثير من الخردة. هذا مقزز. الأغراض مغطاة بشباك العنكبوت. إنه أفضل من لا شيء. لا يعمل كأنه مشط. لماذا شعري متشابك بشدة؟ هذه الخصلة صعبة. هذا سخيف. هيا غادري شعري. هل كان كل هذا على رأسي ونزعته؟ كيف فعل المشط المسكين كل هذا؟ لا يهم، سأستخدم أظافري. هذا لا يعمل. هل يوجد أي شيء حولي؟ ماذا عن هذه الملعقة؟ أجل، استخدمي القلم ثلاثي الأبعاد لصنع أسنان الفرشاة. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن النتيجة تستحق العناء. يمكنك عمل الشعيرات بالطول الذي ترغبين به. واصلي حتى تغطي كل الملعقة. حان وقت قص الشعيرات. للنصف طول ممتاز. وحصلت على فرشاة جديدة. سأتخلص من كل الخصل المتشابكة الآن. سيصبح شعري حريرياً ولم أنفق قرشاً واحداً. هلا يبدو شعري رائعاً الآن. الإبداع رائعاً ومرهق. طعم هذا الفشار شهي. أين هو؟ أين هو؟ ربما تحت الوسائد؟ ماذا تفعلين؟ توقفي عن رمي الوسائد علي. سأبحث تحت ساقيك. لا جدوى من ذلك. بحثت في كل مكان. المشكلة القرد الثاني ضائع. لا أستطيع العثور عليه. تشبهه هذه الورقة. أعطيني بضع دقائق. سأحل هذه المشكلة. القلم ثلاثي الأبعاد قادم للإنقاذ. هذا اللون الأخضر جميل. يعجبني لمعانه. حان دور الجانب الآخر. من الممتع الرسم على ورقة حقيقية. انتهيت. سأزيل الحقيقية الآن. نسخة طبق الأصل. سأضع الآن خطاط القرط. جيد، سأصنع القرط الآخر الآن. إنهما جاهزان. انظري ماذا صنعت لك. تفضلي. واو، سأرتديهما. كيف يبدوان؟ هل شكلي جيد؟ مرحا. يا إلهي، إنهما جميلان مثل ورقتي شجر حقيقيتين. ما أجملهما. سأعود لعالمي الخاص الآن. ركوب الوسائد ممتع مع الأصدقاء. شعري. لا أستطيع الرؤية. يغطي الشعر وجهي. طيب، أحتاج إلى استراحة. هل توجد ربطة شعر حولي؟ يفي بالغرض. ليس بهذه السرعة. رأيته أولاً، لكن أحتاج أكثر منك.
أعطيني إياه. أوه، انظري لما فعلتي. لكن ربما يوجد شيء أفضل. حان وقت الخطة البديلة. نحتاج إلى مساعدتك أيها القلم السحري. سنصنع شيئاً رائعاً منه. أولاً سأرسم بضعة خطوط متعرجة، ثم سأغلقهم وألونهم من الداخل. سيبدو شكلها مألوفاً بعد قليل. سأستخدم فرشاة لرسم قلوب صغيرة. أليست ظريفة؟ وقلب آخر. سأضع القليل من الزينة، ثم سأوصل الطرفين ببعض. وأضعه في شعري. لن يضايقني شعري الآن. واو، يا للروعة. لنعد للعراك. احذروا. بوم بوم. مرحبا يا أبي. مرحبا يا حبيبتي، لدي حلوى لك. رائع، شكرا لك. أريد بعض العصير أيضا. فتاة طيبة. ماذا؟ لا بأس. أوبس، آسف يا عزيزتي. كانت تلك شاحنتي المفضلة. أعرف، سيصلح أباك الأمر، لكني أحتاج إلى هذه العلبة الكرتونية. انزع غطاء علبة العصير، ضع عوداً خشبياً في الغطاء، ثم ضع قشة شرب على العود، وضع الغطاء على الطرف الآخر للعود لصنع العجلات، ثم خذ علبة العصير وضع عليها الغراء. نحتاج إلى خط رفيع على العلبة الكرتونية. حين تنتهي ألصق عليها العجلات. أضف زوجاً آخر من العجلات على قاع العلبة. والآن خذ بالوناً وضع قشة داخله. أحكم إغلاق البالون برباط مطاطي وأوصله بعلبة العصير. انظري ماذا لدي هنا. ما هذا؟ لنتسابق، سأريك. خذي هذا. عجبان. إن نفخنا البالونين فستتحركان على الأرض. مستعدة؟ انظري إليهما يتحركان. إنني أفوز. شكرا يا أبي. أريد اللعب. اهدأ. هاك، خذ هذا. أو أو، مللت من هذا. قلت توقف. انتظر، العب بهذا الآلي. أريد هذا. استمتع. عجباً، هذا رائع للغاية. يمكنني الآن برد أظافري. هذا ممل. العبي معي. لماذا يتكرر هذا؟ لدي فكرة. يمكنني استخدام هذه المقرمشات. أغمر المقرمشات في الماء ثم ألصقها معاً. تشبه مكعبات البناء. أحب مكعبات البناء. سأخذ هذا الوعاء. ينبغي أن يبقيه هذا مشغولاً لبعض الوقت. هذا أفضل، أكثر استرخاءً. ما هذا؟ خدعتك. أوه، يجب التأكد من أن كل شيء جاهز. حسناً، لقد عدت. أنا متأكد أن هذه الهدية ستعجبها. سأتسلل من خلفها. خمني من أكون. من قد يكون؟ حتماً هذا شخص. أوه، جاك، هذا أنت. عيد ميلاد سعيد. انظري لهذا، أحضرت لك هديتك. أوه، أنا متحمسة للغاية. أتوق لرؤيتها. أعلم أنها ستحب هذه الملعقة. أو لا، كيف حدث هذا؟ يجب أن أتذكر ما حدث اليوم. واو، قلادة جميلة، حتما ستعجبها. أعتقد أنني اخترت هدية رائعة. مهلا، هل هذا هو الوقت؟ أو تبا، سأتأخر، يجب أن أذهب حالا. لا أصدق أنني فعلت هذا. ماذا؟ واو، كسرت بقوة الملعقة إلى النصفين. ها؟ لكنها لامعة. أعتقد أن بإمكاني صنع شيء بها. حسنا، سأستخدم الزلدية لثني مقبض هذه الملعقة. هكذا، أريد شكلا ملتويا قليلا، ثم سأضيف المادة البراقة بالطبع. واو، انظروا لهذا. ها نحن ذا، والآن جفت تماما. واو، تبدو رائعة، أجمل بكثير مما ظننت. حسنا، أعتقد أنني قد أنقذت الموقف. ها؟ ماذا تفعل؟ أوه، يبدو أنها قد نامت. حسناً، لكنها ما زالت تحتاج هديتها. حان الوقت لإيقاظها بطريقة ممتعة.
واو، لا أصدق أنكم هنا جميعا. انظري، أحضرت هذه الهدية من أجلك. أتمنى أن تعجبك. يا للروعة، شكرا جزيلا. هذا أفضل عيد ميلاد في حياتي. يا إلهي، آمل أن أنجح في هذا الاختبار. ما الذي يحدث هناك؟ لا أرى أي شيء. سنحضر هذه الحفلة. حفلة؟ أفضل حفلة، هذا رائع. أفضل حفلة في العالم. لدي الزي المناسب لها. حان وقت الاحتفال. لكن هذه الأظافر، لا يمكنني الذهاب للحفلة هكذا. والمانيكير في الصالون غالٍ. لا أريد أن يراها أي أحد. قلمي ثلاثي الأبعاد. هل تريدين الحصول على أظافر جميلة؟ أولاً أحضري ورقة زبدة. بعد تحديد الظفر، خططي الظفر بالقلم. ضعي الورقة على الطاولة. لإنهاء رسم الإصبع، ثم املئيه بقلمك. الأحمر خيار جيد دائماً. يبدو جميلاً. استخدمي عود الغراء لثنيه حتى يناسب ظفرك، ثم أزيليه من الورقة. سيناسب ظفرك تماماً. يا للروعة، تبدو جميلة. هذا القلم مفيد حقاً. لا حاجة للمانيكير الغالي في وجود القلم ثلاثي الأبعاد. أهلاً، مانيكيرك رائع. شكراً. أشعر بثقة كبيرة الآن. انتبهي، يا للوقاحة. على أي حال، يجب أن أتألق. هذا الحزام جميل، لكنه صغير. يا إلهي، ليس أظافري، لقد كسرت. يا للمصيبة. انظري لحالك، أظافري المسكينة. يا فاشلة، أنت الأسوأ على الإطلاق. لا بأس، سأنقذ الموقف. قد يفيدني هذا. وجدتها. إصلاح الأظافر في المواقف الطارئة. نضع شريطاً لاصقاً على أطراف الأصابع، وبعود خشبي نضغط على الشريط اللاصق لتحديد شكل الظفر. وبعدها نرسم شكل الظفر بالقلم، ونرفع الشريط اللاصق من على الظفر. نضع الشريط اللاصق فوق سطح مستوى، ونكمل رسم الظفر بشكل بيضاوي. نستعمل قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لملء الشكل، واحرص على عدم تجاوز الشكل المرسوم. وبعدها نضغط الظفر البلاستيكي على قلم أو ما شابه لمنحه انحناءة بسيطة، ونزيل الظفر الصناعي الجديد من الشريط اللاصق. نستعمل مقص الأظافر للتخلص من البلاستيك الزائد، ولم يبقى إلا أن نثبته على إصبعنا. كرر الخطوات السابقة لصنع أظافر صناعية جميلة. تبدو جميلة يا فتاة. واو، أنا مستعدة الآن مع هذه الأظافر الجميلة. ها؟ مهلاً، انتبهي، توقفي. تحركي. ما مشكلتك؟ كم الساعة الآن؟ حان موعد التنظيف. اخرجي من هنا، لقد طفح الكيل. خذي، هيا اركضي. أجل، لقنتها درساً. لا، ولا هذا، لن يجدي هذا أبداً. ولا هذا، هذا فظيع. كل الملابس في خزانتي فظيعة، إنها كارثة. ماذا يحدث هنا؟ أوه، ليس لدي شيء لارتدائه. عما تتحدثين؟ انظري لكل هذه الملابس. لكن لدي موعد مع جاك هذه الليلة. جاك؟ يا إلهي، ماذا سنفعل؟ حسناً، ربما يمكنني ارتداء هذه البلوزة، ما رأيك؟ أو ربما هذا الفستان الأحمر، أم أنه غير مناسب؟ لا أعتقد أنه الزي الأفضل. مهلاً، أعتقد أنني قد خطرت لي فكرة عبقرية. نسيت أن لدي هذه البلوزة القصيرة. أوه، لكن ليس لدي مجوهرات تناسبها. مهلاً، أعرف ما عليك فعله. لم أفهم. أوه مهلاً، أبي، أنت ذكي للغاية، لابد أن لدي شيء هنا. كلا، لا شيء هنا، خاب أملي. سيكون أسوأ موعد غرامي على الإطلاق، يجب أن ألغيه. حسناً، لابد أن هناك شيء يمكننا فعله.
لا يمكنني الخروج دون عقرب، مستحيل. لا أعرف ماذا يمكنني. مهلا، هذه الوسادة وقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. عزيزتي، أظن أن هذا هو الحل. أوه يا إلهي، أعتقد أنك على حق. حسنا، سأرسم شريحة بطيخ صغيرة ثم أتتبعها. سأستخدم الحبر الأسود لتحديدها. سأحدد محيطها بالكامل ثم سأحدد الجزء الداخلي منها. حسنا، أعتقد أنها أصبحت أفضل الآن، لكني لم أنتهي بعد، لنواصل. سأملأها الآن بلون البطيخ الأحمر، ولن أنسى الحافة الحمراء أيضا. هكذا سألونها كلها، ثم ألون القشرة. الأخضر خيار رائع، هذا ممتع، لكن أحتاج إلى لون أخضر داكن لهذا الجزء. ثم سأستخدم اللون الأسود لبذور البطيخ، القليل من النقاط على الجزء الأحمر. رائع، بذرة واحدة هنا أيضا. واو، انتهيت، رائع للغاية، أحببتها فعلا. سأصنع الآن القرط الثاني وأضيف إليه خطاف الأقراص. لا أصدق كم هي جميلة، أحببتها كثيرا. سأجرب ارتداءها، جميلة أليس كذلك؟ رائع، شكرا أبي، فكرتك ذكية جدا. حسنا، سأذهب للقاء جاك. حسنا، استمتعي برفقة جاك. والآن أين وسادتي؟ ها هي، هذا أفضل. مهلا، ما هذا؟ صورة؟ أوه، انظروا لهذا، إنها تقضي وقتا ممتعا، ما أجملها. أوه، مرحبا يا فتاة، تبدين رائعة، وأنت أيضا، عيد ميلاد سعيد. أوه، حافظة هاتف، شكرا، لكنني أمتلك هذا الشكل بالفعل، عذرا، لكن لدي شيء آخر. تفضلي، أنا لدي أسنان. أجل، بالطبع، لابد أن هناك شيئا آخر. أوه، لقد نسيت وجودها تماما، أعتذر بشدة. مهلا، أهذا قلم طباعة ثلاثية الأبعاد؟ لدي فكرة، ضعي هاتفك على سطح مستوي ولنبدأ الرسم عليه بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد. ابدأوا من الأسفل للأعلى، أطلقوا العنان لخيالكم، فقط احرصوا على تغطية الهاتف بالكامل دون ترك أي فراغات أو فجوات خالية، باستثناء عدسة الكاميرا بالطبع. انتبهوا جيدا ولا تتعجلوا في تلك المنطقة. والآن ننتقل للرسم على جوانب الهاتف. الفكرة هي صنع حافظة هاتف أنيقة ومميزة بهذه الطريقة. حسنا، لقد أحضرت لك شيئا آخر. واو، أعجبتني كثيرا، رائع، أيمكنني الدخول؟ ضيف آخر بالباب، مرحبا، عيد ميلاد سعيد، أحضرت لك هدية. حلوة جلاتين يا شهية. هاي، انظري لهذا الكأس، لقد فزت به بجدارة. هل تصدقين هذا؟ أليس هذا مدهشا؟ بالطبع، انظر، هذه الدبابة الجلاتينية مناسبة له تماما. ماذا؟ لا، جيد، انظري، هكذا فزت بالكأس، إنها للغواص الأفضل، أنا أفضل غواص. واو، فهمت الآن، رائع، لطالما انتظرت لأقدم لك هذه. واو، سلسلة مفاتيح مذهلة، هل صنعتها بنفسك؟ كان ذلك سهلا، استخدمت كيسا بلاستيكيا صغيرا ووضعت بداخله أصدافا صغيرة، ثم حان الوقت لاستخدام الراتنج الأزرق، لقد سكبته فحسب في الكيس المليء بالصدف، يبدو كماء المحيط. حسنا، يجب أن يكون هذا كافيا، ثم علي فقط الانتظار حتى يصبح صلبا بهذا الشكل، ولاحقا سأنزع الكيس البلاستيكي ثم سأضيف إليه سلسلة المفاتيح، وضعتها على الزاوية العلوية. مرحى، إنها جاهزة، انظر، ستكون مناسبة تماما لهذا الجزء من الكأس. واو، أصبح الكأس أجمل الآن، بالطبع، هذا من أفضل الأيام في حياتي، شكرا جزيلا يا عزيزتي. أحب التركيز على عملي. هاي، ماذا تفعل هنا؟ كلا، لا تنظري، ليس جميلة بما يكفي. ماذا؟ هيا دعني أرى، أنا موقنة أنها ليست سيئة. حسنا، انظري، واو، مذهلة، عمل رائع. لكنك خلفت الكثير من الفوضى يا جيك. أعرف، لكن مهلا، يمكنني إصلاح الأمر، ابقي هنا، سأفعل شيئا ما. أولا، سأشحذ هذا القلم هكذا، انظري لهذا الشكل الحلزوني، والآن يمكنني إضافة الخاتم إليه، انظري، إنه كالزهرة، هذا أجمل بكثير مما توقعت. ترى، صنعت لك هذا الخاتم، مستحيل، إنه مدهش، لا أصدق أنك صنعته من نشارة القلم.